مساء الخير واهلا وسهلا بيكم، يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج انتي احلى. دايما بكون معاكم مرتين في الاسبوع، يوم الاحد والاثنين من الساعه 6 ل7، والاعاده دايما بتكون يوم الاثنين والثلاث من 11 ل 12 الظهر. اتواصلوا معايا اكتر على صفحتي على الفيسبوك امينه شلبايه، واوعدكم سواء من خلال البروجرام او من خلالي على الفيسبوك هجاوب على كل اسئلتكم. انا عارفه الاسئله كتيره جدا واستفساراتكم كتيره جدا، صدقوني هنجاوب على كل حاجه. النهارده هنبدا بالبيوتي تيبس ومعلومات عن الجمال، والنهارده هنتكلم على الاخطاء الرجاله بتعملها في البدل، يعني بدله تكون جميله بتبوظوها انتوا يا رجاله. فقره المطبخ النهارده هنعمل لكم كب كيكس، كب كيكس بطريقه لايت، وطبعا احنا مش حارمينكم في مطبخنا من اي اكله انتوا عايزينها. هتكون معايا دكتوره فرح حسين، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه، والشاف عظيمه، وهتدوق احلى كب كيك النهارده. بعد كده هتنورني في الاستوديو دكتوره ساره الحسيني، استشاري جلديه وتجميل وليزر، والنهارده هنتكلم على الناتشرال ليكويد امبلانت، ده حاجه جديده بتدي استداره نضاره وشد الجلد. والنهارده هنشوف حاله لايف هنا في على الهواء، ونشوف ايه اللي هيحصل لها، ايه التغيير اللي هيحصل في بشرتها، واكيد دي حاجه تجميليه بتجملنا اكيد. ايه رايكم فاصل سريع ونبدا على طول بالبيوتي؟ والبيوتيب زي ما قلت لكم النهارده احنا هنتكلم على الاخطاء اللي الرجاله بيعملوها وهم لابسين بدله. راجل كده يكون جايب بدله حلوه غاليه جدا براند، لكن باخطاء بسيطه بتبوظ اللوك كله. لو نبدا ونشوف اول صوره، ودايما انتوا يا رجاله بتتلخبطوا في الزراير، اني زرار اقفله واني زرار افتحه ولا اقفلهم الثلاث؟ لو ممكن نشوف الصوره قدامنا، اول زرار اللي انتوا شايفينه بالاصفر ده احيانا ممكن نقفله، الزرار اللي بالاخضر اللي هو تاني زرار لازم تقفلوه، الزرار بقى اللي بالاحمر ده ما يتقفلش خالص. فدايما لما نكون لابسين بدله ثلاث زراير، ممكن الاولاني والتاني او التاني فقط لا غير، التالت ده يا رجاله ما تجوش جنبه. فدي اول خطا، بتحس ان انتم متكتفين في حاجه غلط. تاني صوره معانا وانتوا قاعدين، انا عايزه افهم حاجه، شايفين الفرق ما بين الراجل اللي قاعد قافل البدله والراجل التاني اللي قاعد فاتحها؟ ليه 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 بتقعدوا والبدله مقفوله؟ محدش قال نقعد ببدله مقفوله ابدا، لازم نفتح الزرار. اكيد انتوا شايفين اللوك، واكيد شايفين البدله دي شكلها عامل ازاي، مع ان ممكن البدله الاولانيه تبقى احلى من البدله الثانيه مليون مره. خطا تاني برضو الكوله بتاعت القميص. مين قال نلبس بدله ونقوم مطلعين الكوله بره؟ طب البسوا حاجه ثانيه، ما تبقوش فورمال بقى. طالما لابسين بدله يبقى كوله القميص من جوه، ما ينفعش كوله تبقى من بره. ودي انا الحمد لله جايبه صوره عشان تشوفوا اللوك. شايفين تاني واحد مهندم ازاي؟ اول واحد اكيد لا، البسوا حاجه تانيه. حاجه تانيه بقى بالنسبه للاحذيه يا جماعه، الاحذيه ممكن تدمر بدله، بدله تجنن بحذاء غلط بلون غلط يودي الدنيا البدله في داهيه يعني. طيب لو هنقول لون اسود اكيد هنلبس حذاء اسود، لو هنقول رمادي غامق زي تاني صوره هيبقى برضو اسود، لو هنقول بدله كحلي ممكن مع البدله الكحلي يكون اسود او البني المغمق اللي انتوا شايفينه اللي هي ثالث صوره، لو هنقول بدله زرقاء ممكن اسود او الكامل، نبدا بلون الكامل، لو هنقول بدله رمادي فاتح برضو الاسود بيليق معاها، والحذاء اللون الكامل. مهم قوي لون الحذاء، ودايما انا بقول للرجال يبقوا عندكم اتنين حذاء، واحده سوداء وواحده درجات البنيات دي، هتلاقوها بتليق مع كل البيت. حاجة تانية برضو يا جماعة بالنسبة للحزام، الحزام محدش قال قاعدة لازم الحزام يكون لون الحذاء بالظبط، بس لازم يكون لايق. يعني اوكي الصورة الأولانية الألوان متقاربة جدا، الصورة التانية الألوان بعيدة جدا، لكن مش شرط يا جماعة أن لازم يكون نفس اللون بالملي، بس يكون لايق. لابس بدلة بيضة أكيد الحزام مش لايق مع الحذاء خالص. برضو بالنسبة للحزامة، انا دلوقتي لابس بدله ولابس فورمال، ما ينفعش البس زي حزام ابيض كده كاجوال، اتس تو كاجوال، لازم الحذاء يكون فورمال. انا لابس بدله، الحزام الابيض ده يتلبس بقى على بنطلون جينز، بس اكيد مش على بدله. حاجه تانية برضو بالنسبه للكرافات، ركزوا معايا رجاله في اللي انا هقوله
في الكرافات، لان لازم الكرافات تكون لايقه مع اكيد القميص. الفكره هم حاجتين لازم تحطوها في دماغكم، الى جانب ان ذوقكم يبقى حلو ان انتوا تطلعوا قميص لايق مع الكرافات. اكيد اول حاجه خالص ما تروحوش لنقشه كرافات نفس نقشه القميص، يعني ما ينفعش الكرافات تبقى منقطه والقميص منقط، الكرافات بالطول والقميص بالطول. ممكن على فكره القميص يبقى بالطول بس الكرافات الخطوط بتاعتها بالعرض. فدي اول تيب، الكرافات والقميص مش نفس النقشه، لو نفس النقشه بورب مختلفه شويه. تاني حاجه ركزوا فيها ان مش نفس الكثافه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو اخترت قميص مخطط اوكي وكرافات منقطه، لو الكثافه في الكرافات كتيره يعني نقط كتير كتير كتير، يبقى الكثافه في القميص تبقى اقل، بمعنى ان الخطوط تبقى مش بنفس كثافه النقط اللي على الكرافات. اوكي دي مهمه قوي، عمركم ما هتغلطوا. صوره تانية برضو بالنسبه للاكسسوارز، الصوره بتتكلم. مش معقوله بلابس بدله وحاطط بقى مليون اكسسوري وحزام بستاد وسلسله نازله، اكسسوارز بسيطه، ساعه، خاتم، كليبس على الكرافات لو عايزين فقط لا غير. الشراب ومشكله الشراب، طيب طبعا الصوره الثانيه دي غلط تماما، ما ينفعش خالص وانا لابس بدله البس شرابات بالشكل ده. الشراب لازم يكون دايما لون البنطلون، وارجوكم يا رجاله وانتوا قاعدين ما ينفعش اخر الشراب يبان. انا قعدت لازم الشراب يبقى طويل انف ان وانا قاعد مش اخر الحز بتاع الشراب يبان. واخر حاجه عايزه اقولها واخر صوره معانا، ان يا جماعه بلاش نيتني البنطلون او نيتني الجاكيت، لو هو مش مقاسنا يبقى احنا لازم نروح نترزي نظبطه. وحتى انا عارفه ان زمان كان في تانيه في البنطلون كده، يعني كان بتبقى البدله عامله كده، لا دي ما بقتش موضه خالص يا جماعه، فلازم دايما مقاس البدله يكون مقاسنا، لو مش مقاسنا يبقى بالتالي لازم نروح لترزي يظبط لنا طول طولكم طول البنطلون. متهيألي تيبس ليكوا يا رجاله سهله جدا اعملوا بيها، لان بصراحه بشوف بدل حلوه جدا، لكن انتم مبوظينها بحاجات بسيطه جدا.